أيها المسلمات ما أنت وبلنتي أني ومعركتي أنكو بلن سنين إن أنا خير كأسوشيغنا شركنا إسكيغدقنا وحانا مرتين نوعه شيخنا دكتور يحيى سيد يوسف سيد حسين با معركتي مرتين نوعه ومحاضرة ما أنتكو قرن عوان كذن هو يهي أهمية الأم في الأسرة ودورها في تربية الأولاد وأصيغ هذا معرتي ونود لساق دونه وحن لنا هيسود فليتفضل مشكورا الدكتور يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو محمود دبر أبا وهم هذيلين يا موضوع حالي دي وحكوسة بسنية هو يده هي أهمية أي أولى هاي مهم كاي أوت هاي قيس كده حديثة هي قيبة أي كقاعدة نيسو تربية دا أوبتك أما عرورتا رنتي هو يدا و يعني إن لغشة كاي أهن آد أول وي هو يدا قف عادي أماها دين تانا آد بأو أما تنال سرين قيسي إن أرنتا إيادة أهمية إلهة هي لدار إيمانة وأرن ميشة كجر توي وهو يو لفت هذا أهمية إلهة هي وإن أي ترينتا محايا إلي روحة وحمهون كنا قنها يا أما وحوى الباب وحمهون كنا قنها يا وحقبت كيسة وإنت ومهين ويهيب مسؤولية سارنا أي وينتا يعني هو يدا مسؤولية سارنا إلى شقدا أي قبانا يسو وين كذا وحكينا هي إن أي يالتو أهمية أي يالتو أما فضل أي يالتو هو يدي أباها وحال وحكسي إله سبحانه وتعالى توحيد كسال وحكسي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا توحيد كألا مكي لغاها الله بعلا بدو والد لوحكسي sidoo kale to hooyada fadli dheerada la siiyay markii saxaabiga nabi uu weydiyay oo uu yiri yaa igu xaqnimo badan xusni saxaabati nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyada buu yiri hadana wuxuu yiri yaa ku xiga hadana hooyada buu yiri hadana yaa kale yaa ku xiga hadana hooyada saddex jeer markuu hooyada sheegay ayuu wuxuu ku xigsiyay aabihi markii afraad ba aabaha la siiyay marka halkaa waxaad ka dareemaysaa ahmiyadda ay hooyada leedahay hooyadan ahmiyadda ay leedahay iyo fadliga ay leedahay baad halkaa ka dareemaysaa runtii hooyada mawduuca hooyadana waa mawduuc aad u muhiim u ah aad u ballaaran weeye oo dhinacyo badan in laga taabtana u baahan saan ognahay dadkii aaimada ahaa ee culimada ahaa ee ummadan wax u qabtay hooyooyin baa soo saareen hooyooyin baa soo saareen sida imaamu axmed oo kaleeto waa taqaanaan imaamu axmed ibnu xambal waa madhab madaahibta ka mida afarta ah waana min a'immati ahli sunna waljamaaca imaamka isaga ah hooyadii baa ودي جرتي انت وقت هورا سلاد توسيس سلاد الصبح مجالس علمي لا اي انو وحبرتي ودي رجرتي سيدو قال ابن حجر يعني اي مبلن وحاسو ساري وقيب وين كاها قيب اللي بحكا قاتي هو يوين كود با قيب اللي بحكا قاتي سيدو قال اتو هو يوين وحالي دي ومدرسة مدرسة وي المهسو مدرسة لو مدرو هو يوين مدرسة oo madrasadii wax alla wixii laga baran hayo dhan baa hooyadu ay baraysaa ilmaheeda oo laga baran wax walba oo ilmaha uu madrasada ka barto iyo wax walba oo taxfiidka uu ka soo barto iyo wax walba oo jaamacadda uu ka soo akhrisan lahaa hooyada agteeda uu ka baran oo markii horeysaba iyadaaba luqada baraysa afka uu ku hadlo iyadaa bari marka wuxuu yidhi الشاعر حافظ إبراهيم
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هو يدوى مدرسة هذا ديارسة شعب أعراق ديسة أما حيث كيس وناكسين هاي بعد ديارسة. فالأم روض إذا تعهده الحياة بالري أورق أيما عراقي. وحير وروض بر أو هدي أو محوها لجر أو ورابيه حشوت هدي أو ورابيه وحي وحي دلنا يسا علامه علامها سو آد أو محوها واسع أو أه وحاك الله يلي أو أبيادي سكم ذهيت هو يدوى أساتذة أو معلمين تأوجه الرئي أو يعني معلمين تأوجه الرئي يدفع وحصاب بربى هو يو واحد أو يد أستاذ واحد أو معلمات واحد كواس أو أشغلت مآثرهم مدى الآفاق مآثر طالع يا أمان طالع يا وحي في السماء وانا كده مال والباء مال والباء أي بحسي مال والباء أي مشغول سي محايا لي إن بدن أو تد بدن ولا أمانه أو وناك لغا الشيغة أو وح خير بدن لغا الشيغة أو وحاسي سميين لغا أو كل وحاسو برباري يدد كاسي وحاسو برباري هو سيوك الوحالة يدي أولا لها قفك هدي أو نين أو وحبره وحو بو وحبره هل قف بو وحبره لكن قف دمر هدي وحبره أمت بو وحبره هو هو أمة يعني سامينت إليه رهي سامينت إليه رهي وحاك ريطو يرنا أي هو يدو تهي استقرارك يا سكنان شاه قرقة يا يو أطهي الضمان أطهي هو يدى وناكسن هو يدى صوبا وحاو وحي وناك أطهي قرقة وحي أطهي ضمان أي ضمان أطهي أضمان قال إيسو إنو قرقة قرقة مستقرة ونقضه هو يدى وحيابها إلمها بريس وحاكم ده abiyadi aan hadda soo dhaafnay waxyaabaha ku tusinayaan waxa kamida hooyadu inay ilmaha u diyaarinayso mustaqbalka inay u diyaarinayso oo mustaqbalkaasi si ay rag u noqon lahaayeen wax ku ool ah iyo hooyadu u diyaarin ilmaha hooyada ilmaha caanaheeday ku soo aababaysa aqligeeday ku soo aababaysa wixii aqoon ay leedahay ku soo barbaarisa xanuunka iyo dhibka gaarahay ay kala dagaalantaa ay ka ilaalisaa ilaa uu ilmihii ka noqdo nin rag ah hadday gabar tahayna hooyo wanaagsan iyadana ay ka noqoto arrinta hooyada iyo ahmiyadda ay leedahay waa arrin aad runtii aad u qaali u ah weeye oo hooyadu waxaa kale oo iyana ay tahay waa raaciya المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها قرقاسي ووزيرك الداخلي أها وقرقا إذا راعيوها إذا مسؤولك أه عروتي إذا مسؤولك أه قرقا إذا مسؤولك أه وأنا أرن واجب كوه الله ويدينها يمال انت قيامه هنتي هو يوينك وحال ربا mar walba waa amaanta hooyada in badan baa la sheegaa in la sheegana way tahay oo xaqa ay hooyooyinka nagu leeyihiin baa wax walba ka weyn haddana waxaa la rabaa ammaanta iyo qiimaha markii la siiyey waxa loo siiyey ma aha inay mujarad hooyo tahay laakiin waa waxay qabanayso waxay tarayso weeye ilmaha say u barbaarinayso ilmaha diinta say ugu barbaarinayso say ugu dulqaadanayso siday ugu diyaarinaysa mustaqbalka inay noqdaan caruurtaasi
dad ummada wax ka bedelaan oo salaax u soo jiidan oo wanaag sameeyaan inay noqdaan taas oo diyaarinaysa arintan waa arin waajib ku aho yaani ilmahaasi haday markii hore barbaarinta hore haday ka halowdo waa u dhamaatay gadaal lagama doorin karo yaani waligii uma toosay ilmaha waana la bartay oo khaladka haday ilmaha markii u horeysa xarafka uu khalad ku barto sidoo looga kala way adagta marka ilmahaasi haduu ka halaabo barbaarinta u horeysa waqtiga hooyada uu la joogo hadii uu wax ka halaaban waxa weeye marka dambe isii loo toosiyo waa adagta oo ilmaha wanaagsan madarasada baa laga garanayaa inuu guri wanaagsan ka imaaday inuu hooyo wanaagsan ka soo akacay waxaa lagu garanayaa madarasada masaajidkii baa lagu garanayaa meel kasta oo cilmi lagu akhrinayaa laga garanayaa oo inuu ilmahan hooyo wanaagsan ka soo akacay hooyo dadaalaysa oo mas-uuliyadda qaaday inuu ka soo akacay waxaa lagu garanayaa meel walba oo uu ilmaha maraa lagu garanayaa oo loo ducayni meelaha madaarista oo aan arki jiray qaarkood ilmihii ay arkaan inuu ilmaha tarbiyaysan yahay waalidkood baa waxay u soo qoraan shahaadatu shukri mahadcelin bay u soo qoraan oo ay u soo diraan waalidka hooyadii aabahooda u soo diraan sidaa darteed hooyadu inay muhiim tahay halkaasaan ka garanaynaa haddii saddex jeer nabigu uu sheegay inay iyada u xaqnimo badan tahay aabbahana hal mar la sheegay oo markii afraad ah sidoo kale la sheegay inay tahay iyadu ay mas-uul ka tahay ilmahan iyo gurigan sidoo kale la sheegay inay tahay madrasa madrasa inay tahay madrasada idil ee macalimiinta leh ee mudiirka leh ee ardayda leh ee shaqaalaha kala duwan leh hooyadaa ka awood badan hooyadaa ka awood badan arintaana waa arin inaad qalbiga inaan ku hayna ay tahay madrasada markii lagu leeyahay waa arin xaqiiqa wey hooyadu waa madarso madarasada iyadaa wax aynan samayn karin bay hooyadu qaban kartaa maxaa yeelay madarasada ilmaha hooyada madarasada hooyaha ku soo halaabay madarasadan kale waxba kama qaban karto maalinta dambena in laga soo fiijiya laga yaabaa haddaba hooyada noocaas ah sidee bay ilmaha u tarbiyeyn kartaa hooyada noocaasa xilka ka saaran inay ilmaha tarbiyeyso xil intee dhan weeye runtii nabiga sal allahu calayhi wasalam uu booriyey inay caruur la dhalo caruurtaa waxa loo dhalahayana waxaa weeye inay ummadda nebi maxamed ay badiyaan ilma aan eberkiis ana ummad ma badinhayo ilmo eberkiis ah ummadda nabi maxamed ma badinhayo sal allahu calayhi wasalam ilmo wax ku ool ahoo tarbiyaysan oo wanaagsan oo ahlu khayr abaa yaa ummadda badiya marka haddii la rabo inuu ilmahaada uu noqdo ummadda nebi maxamed inuu badiyo haddaad rabto inuu noqdo waa inaad waajibka kaa saaran xagga tarbiyadiisa waa inaad ogaato marka waxaan hadda rabaa inaan wax ka yidhaahdo hooyada iyo mas-uuliyadda ka saaran ilmaha tarbiyadooda runtii waqtigan hadda aan joogno dhaliil badan baa ka imaatay xagga guriga oo ilmaha tarbiyadooda ah xaaladu waxay gaadhay ay hooyooyinka is soo dhaafiyaanoo iskuulka ay ilmaha isku dhaafiyaan qayladiisii buuqiisa inuu la dhaafo darteed ama ay isku dhaafiyaan dugsiga ay iskaga soo diraan oo khamiisiga jamcada uu ka baaqanhayo ilmaha dugsiga uu ka baaqanhayo uu culays ba ilmihii ku hayaba waalid badan baa waxaa la dareemay laga dareemay in ay ilmaha si uu ooga maqnaado maalin walba iskuulka ilmaha waxay u geyn hayaan in uu khamiisii jamcada iskuulka ku maqnaado sabti axaddana uu dugsiga ku maqnaado oo ilmihii dhibkiisa ula dhaafo arrintaana waa arrin khatarteeda leh wey ilmaha waalidka laga rabaa inuu barbaariyo oo u dulqaato gaar ahaan hooyada inay u dulqaadato dhibkooda u dulqaadato ay barbaariso ay tarbiyeyso iyada laga rabaa ma aha in ay
أي دتك لا أحيل سارته أي ترى المدرسة على وبر تربيين أما إسكول على وبر تربيين أي ترى هذا هو إذا مركب قيب قاعدة شذي كقيب قاعدة ما يسوى المها تربية هذا لم بركو وحوقه استقرار البيت قرر إنه مستقر هذا يعني قرر إنه كلا دمبين كجرته احترام وكجره قد إسقدرين أي كجرته أرنتاس التربية لو وحوين بك قادم المها تربية لو وحوين بك قادم هادوسا استقرار أوسا جرينة يكلا دمبين يدقنانشو يس احترام يسقدرين أي سنجرين المها تربية حمد وليك قيب قادم هذا بيا أساس أوه قرق إنو استقرار يشو إن لكلا دمبيو إن لإسقدرية يا أساس أوه هو يدا أساس أوه هو يدا أساس أوه أروتا هو يدا بأساس أوه قرق إيدا أهودو إنو استقرار كجرو هذا حاجة وحكة سو نقلانا وحكة خل دمان قرق استقرار كمجر كرو هذا يدو دداشو وحونا جسنة قرق استقرار بكجري محايا لإيدا سامين تؤبدا إيدا أسكاله قفكو دمركا وحال إيدا هذا صلاح المرأة صلاح يصنع الرجال إن أي وفق الدمر كأي وناكسن تهي يعني صلاح أي تهي صلاح وصلاح أو سمين هيا ركبة سمين ركبة سو ساري وحسهلا معها مركز استقرار كسيبة أو قولي استقرار كأو سعلين واسدا أولا تعامل أولا عروت أبوهت عروت أبوهت سيئة تعامل سواء عروت أبوهت وإن يكدك تبقر المها مصلحة ذا كجرت المها تربية ذا كجرت إيجاد أنا أجر إيواناك بقى وصغا شرف بقى وصغا وحاوش المها ذا شرفت هذا المها أبوهت إنو إيجاد أنا شرف لها ذا وكسغا محايا لي إذا لفت وحال ربعين يقدم بيسو أب المها أبوه أو زوج كذيه إني نقطه سيد لوجري هذه الأركانين وين أو محوها واحترقها أو نين وينه هذه الأركان وح قدم بيسه هويني وين بقدم بيس هويني مهم أو قدم بيسه هويني عاد أقيم بان بقدم بيس هذه كوف عشرة الأركان guriyon balawadan bayaal dhig guriga aro li waxba guriga u joogaal dhig qof dal cunaa guriga u joogaal dhig arinta uu horeeyay sameeyayso ilmaha tarbiyadooda ay ka qayb qaadanayso hooyadu waxa way inay aabahood oo la dhaqanto sida boqorkii oo kale oo ilmaha dhan ay arinta dareensiiso ilmaha dhan arinta ay dareensiiso oo albaabka kor markuu ka soo galo sida boqor loo soo dhaweynayo kale loo soo dhaweeyo سيد بقر لو احترامه لو احترامه سيد بقر لو ماموس هاي لو ماموس أرنت هسي وأرنت أخرى يا هو يدو أي المها تربية ولا كذا قيب قادم يسوع وحنا اللي ده ذا هو أنا يدو نك لو حكر هذا ولا بعرف ما بقوم همسن الاحترام والاهتمام الاحترام والاهتمام إن أي وذاك أي احترام تو عروة أبوه هذا هو اللي يوحن كهلا إنه عروة أبوه إن احترام تو احترامكم حواي وحواي رأي كيس إنه لوين هذا هذا الكيس إنه لوين هذا تلبي كيس إنه لوين هذا وحول بوي سوا كسر بح فكرة والبوي سوا كسر بح إنه إنه يقدرسه اهتمام كان وحواي إنه يتريا شو قوش يسا أنت ليس قرقي سينا ترياش لابد أعرف ما هذا هلا لقتي سهري واي إستغنا أنت إن لك بالغه لي مرك هو يد مرك الماء أبوه أي بقر كدكتو يد هرت بقرات بينكم مروا بينكم هو يد أقيم بدن أدوين بينكم هذا نوح بينكم الزوجة أد أقيم بدن أدوين محايا لي أرنتا استقرار كأي سنة يسي قرقة كسو دباشي وحي كقيب قادم هيا إلمها سيني تربيوبان
ilmaha soo tarbiyoobana waligiiba ilmaha ilmuhu sii tarbiyeeyo kii uu sii tarbiyeeyo weligeed intay socdaan ajirkiisa qayb bay ku leedahay ajirkiisa qayb bay ku leedahay sidoo kale waxaa boqorad noqonay gabadhii ay dhashay waa la isku sheegayo waxaa la dhihi hooyada hooyo aada u qiimo badan weeye gabdhaha ay dhashay aan laydinka dhammaysan gabdhaha ay dhashay yaa laydinka horumarin sidoo kale aabaheedna caruurta aabahood boqor buu noqon isagana waxaa isna boqor noqon wiilkii ay dhashay oo wiilka aabihii buu raacsan yahay oo hadhow markii uu gabadh soo doono gabadh haddii soo doono waxaa la dhihi ninka dhalay baan naqaanaa nin boqor a weeye in aada u qiimo badan weeye wiilkaas wiilkiina sida buu isna boqor ku noqon reerkii marka reer aada u sharaf badan oo aada u qiimo badan bay noqon hayaan halkaasa marka tarbiyadii halkaasay tarbiyada ka bilaaban kartaa markaa kadib arrinta labaad ee arrinta saddexaad ay ku xigsiinayso waxaa weeye waa inay ilmihii ku booriso waxyaabihii diinta ahaa ee tarbiyada ahaa ee wanaagsanaa waa inay ka dareemaan wixii ay jeceshahay ihtimaam siinayso oo ilaahay ay ugu dhowaanayso wixii ay ka fogaanayso waxaa isaga waa inay ku barbaariso waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ilmaha lagu barbaariyo ee kitaabka qur-aanka iyo barashadiisa kitaabka qur-aanka iyo barashadiisa runtii hadday rabaan hooyadii aabuhu hadday rabaan maalinta qiyaama inay badbaadaan ha ku dadaalaan ilmahooda inay qur-aanka baraan inay qur-aanka la weyneeyaan oo hadda hooyadu maadaama uu ilmahan adeecahayo wixi muhiim agteeda ka ana isagana muhiim agtiisa uu ka yahay waxaa la rabaa markay dugsiga u direyso taxfiidka qur-aanka ay u direyso inay si fiican ugu labisto waqti hore quraacda u diyaariso intay madaxa ka dhunkato ay markaa dirto iyadoo u duceynayso hadhow markuu imaadana ay si diiran kusoo dhaweyso fadhiga intay oga soo kacdo ay si fiican kusoo dhaweyso oy cunto siiso oo ay tiraahda ka cashirkaada muraajaciso hadda beryahan waxaa la arkay iskuulkii baa sidaa la samaynayaa qur-aankana sidaa lama yeelahayo iskuulkii baa kaba buuda iyo uniformkii oo aada u feeraysan iyo madaxa kale waa la isku qabsanaya timaha hadday ku dheeraadaan waa lagu qabsan si fiican baa loo diyaarin waqti horaana loo kici maalmaha iskuulka uu jiro waxaad maqlaysaa salaada ka hor baalka sanjabiisha la tumahay aad maqli maalinta sabti axadda oo dugsiga uu jiro waxaa laga yaabaa in aan ilaa hal saac lasoo kicinba ilmihii isagoo soo quraacanin kolley hooyooyinka way isdhaamaan hooyooyin fiican baa jira oo akhyaar ah oo wanaagsan laakiin qaar badan oo sidaas sameeyeen way jiraan ilmihii waxaa laga yaabaa isagoon dharkii u labaysnayn oo u feeraysnayn oo u hagaajisnayn in dugsiga loo soo diro arrinta koowaad waa arrinta iyada arrinta labaad ilmaha akhlaaqda waa inay ku barbaariso hooyadu maadaama uu warkeeda uu qaadanhayo masalan runta oo kale waa inay runta la weyn tahay beentana ay aada u dhibsanayso beentana ay aada u dhibsanayso waa inay runta aada u weynayso oo ilmaheeda hadday isagoo been sheegay ay aragto ay aada u dhibsato ma aha inay canaanato oo ay aflagaadayso ay habaarto ma aha waxaa la rabaa inay ay muujiso u muujiso arrintaa inay arrin khatara tahay qofku been inuu sheego akhlaaqdii kale oo kale sidoo kale deriski in laga dadaalo in deeqsi la ahaado inii hadal wanaagsan dadka lagula dhaqmo iyadana sidoo kale waxaa intaasoo dhan ka horeysa salaada iyo arrimaheeda in lagula dadaalo ilmaha oo lagu barbaariyo oo hooyadu ay dareensiiso ilmahan salaada weynankeeda iyo ahmiyadda ay leedahay waa inay dareensiiso marka mar walba waa inuu ilmaha saa looga dadaalo marka ilmihii isagoo qaawan oo cawradiisa aysan asturnayn buu haddana salaadii baa soo geli salaadina haddana uma soo dhaqaaqayo maqribkii baa godka geli qoraxda godka geli hal ilmo usoo dhaqaaqay waa yaryah marka dhibkaasaa taagan hadda dhibkaasaa taagan hooyooyinka waa inay arrintaa ka dadaalaan waxaa la rabaa inay hooyadu dareento inay ilmahaasi iyada mas-uul ka tahay wasiir daakhiliyah waa iyada weeye shaqada aabahii hooyadu waa kala leeyihiin
هو يدو المها جورج أنتو جو يدا مسؤول كأ يدا الهواء أنا أقدر أي أقدر يعيشه وحنو مالينا يا وقتي ونغير ديرابي هل سؤال بان هبينا إذن ويديو سؤال شاو حيطة هاي هو يدو المهيدة وحا أغو مهمسا وغو قالسا المها أغو نفعي بدا المهيدة سيسو محاواي كما هذين الدين تأيو إيمانك إيو كأكاس كما هذين لكن وح كأول كأوى حاجة تربية سي المهم مورال كيسي وناج كيسي خير كيسه وح أقومهم سنة هو يدا أي أخذ أنت محواي سؤال شخص ربعين أتك جوابتان أدي الله يداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ قل لي أنا وحبا ما قبل لكن وحنا هم لا ينا يعني تهيد عادة مرة ولا إنه المهد ودعيس مرة ولا وين ومركو ساور لشيء الناس قصيصة وين الناس قصيصة وين هوست الجليصة وين مساصد يوحاس يوحقرون هاي كده ريصة مر والبا وين عنو جاس أي لجرته أخلاق دي سه هدو وين هذه هدو يري هاي بقى وين الناس هقول لك ته هبين كل نجسة صبح النجسة هبين كل نجسة مركز توا وين أخلاق دي سه لجرته عنو جاس في عن أو فرن فرقان وهوست العنو حق الاسكدة هاي وحق اللوس الجسنا هاي ما هارين عنو هوست إن لجليه ضريبة وحيكو وحي المهكو كرسا بالله وأنا عنو جامر كويري هاي هوست هو يد الجلسة وأنا الناس هالنوجسة وأنا أخلاق ذي سئل عليه سه وأنا أقبل سه وأنا سف عن أقد ذا شه هذه اللي راح دو أنا على سيا أنا سو هذه هو يدي أنا كواي سو مساسة دي يو أنا لما سو كذي يا أبا لا أنا سو كذي سو ما هذا أنا وحاجرة هذا يو قد ذا لين ولا غير يابا إنه با نفقنا ليه بعد ذكرت أرين دان وح كلا سو إنكر ماله وني هذا كاهين وحالي لي دارو توحيد هن هدو هوست اللي قال يكورن أو هو يدو المهوي way dan asaa dabtay saartay oo hoosta galisa inta baa abuu sameyn kara soma walaashii koween baa u sameyn karta habariirti baa u sameyn karta soma halka arin ee ugu muhiimsan oo ilmaha tarbiyadooda ka qayb qaadanaysa muraalkooda inuu dhismana ka qayb qaadanaysa qiimo badanna keenaysa ee hooyada bas ay sameyn karta muxuu aha ay u sameyn karto ilmahaas waxa weeye مشكلة هذا جرتا ما يكلون بنو فوفينا هذا السؤال شو ماشي كاجر توحلا يا بني سنة عادين بقى قبله ما هذا هيان ماشى ما هذا هيان ما يكلا يا هذا هيان أنت أسوي حاوي وحاول مهم سن هو يدو المه هذا أقبط وحاوي أنا أبوه بقر كدكتو حاجة ما أدولي فكرة ده حاجة كمان صورة عيسى بقى hawaanka waxaan maray nimankum bay u dhaarsan yihiin oo in wanaag banninka loo sameeyo xaqaaba kuma soo dhacayso ilmaha waxa aad u qabatay oo ugu muhiimsan aniga kama hadlayo xaqa diinta iyo kama hadlayo inaad u duceyso hadda u duceyso aabahaaba uu u duceyn kara dadka kale u duceyn kara dariska u duceyn kara ducada waa lagu la wadaagaa arinta u qiimi badan ee u sameeyay ilmahaas oo wax badan oo wanaaga ka qayb qaadan kara waa inaad aabahood boqor ka dhigta boqor oo aabahood jecleysiiso ay jeclaadaan oo ay dhahaan ba qofkan sidan hooyo ay u ixtiraamayso qof caadi ah maba aha arrinta aad u samayso intaas way haddaad arrinta aad u samayn weydo hadday ilmihii maxaad u samayso waxaan arrintaa mar walba loogu soo celcelinhayana waxaa weeye hooyadaasi ilmaha say oola tacaamusho iyo aabaha say oola tacaamusho saameyn badan bay ilmahana ku leedahay qoyskan ay ku leedahay saameyn uusan aabaha ku lahayn bay ku leedahay sidaa darteed mar walba arrintaa wax loogu soo celcelinayaa taas waa haddaad hooyo tahay ood caruur aad dhashay ilmaha waxa u qiimo badan aad u samayso waxaa weeye aabahood inaad boqor ka dhigto sida boqorkii aad u soo dhaweyso sida boqorkii aad u ixtiraanto taas weeye
أما أرنت أدبها كوا هاتو يا أما أدبها كوا هاتا أما يسين كوا هاني وأنا أرين مهمة أو آخر هذا يأدون كذا سامين كله وعي آخر هذا أنا سامين بكل هذا هو هذا زوج كذا بقر كدكتو مياد خسارته بل وحاول يه جنة كوهلي جنة كوهلي زوج كينات باري ونقطة جنة كوهلي وأمد الله بعد المها أنا حق بيكولين يا لفتوا حق بيكولين حق بيكولين وحكم لنا هذا بقر كده داش حق بيكولين بكمته وأنا القلب قوي إلى عليه وأنا أدعى يسوع وأنا تربي يسوع وحيابها صدقنا وحيكون حرام تهي قولي إنه دقيه استقرار ليه هاي استقرار كنا وحاجة أنت كواه سقف قد مر كا ومرنا هو يدا عروت هو يوا مرنا زوجته هو ولد كده زوجته واه أرنت هاسنا وأنا كنت دالله رنت وحنا مرينا يا وقت كان يدك كده ريه أنت الدكتور هو أوش هاي وحن قدر لها نبي محمد عليه الصلاة والسلام مرك وحي وكسو دوهي قفك قرب استغيي وها صلى الله عليه وسلم نمبو وها صموه يا خديجة يحيت مركا خير الله سيد دكتورك مقامك يمشى الدمرك أي أسرة القوس كتاريهين بمانتا كل إيراضي وحان إلهي أغبر يا سبحانه وتعالى ميزان كيسا آخر إنه أغدره وإلهي سبحانه وتعالى وكبت بادي أعماشي سنة إلهي وكأقبله إنت أن ندقي ستاي صو حاضرتين إلهي سبحانه وتعالى إنت أن فديني دنبي أن إلهي وكرافه يضمان مسلمين تا إنت دباتي سنة دباتي إلهي إنه كفيدو آفاتك أدونك إلهي دنع ونغمري أولادنا إلهي ونبركي خيرها الدم هين إلهي لحظة المصلحة أودجو كويس هيستاء سوتنا إلهي سبحانه وتعالى لحظة الملب أودجو آفاتك أدونك إلهي دنع وكمري شري شيطان إلهي وكحجاب إذن كان صاح حاضرتين حل قرحة كل صاك عذانا دم بيجي إن إلهي أودافه جنة فردوسنا إلهي ونوكل مي إلهي سبحانه وتعالى وحلا الله واحد دون إنسان خير الله ينسيه أولادنا الله نبركي قرآن كان الله نغفره إلهي سبحانه وتعالى إلمه قرآن كان الله نغفره إله قرآن كل بيره إله دين تهذا فهنسيه إله السنة هذا فهنسيه إله السنة النبي فهنسيه.